الان ملي كنشوفوا تقريبا يعني واحد 9 ديال الفرق اللي منوعه من انتدابات وبالارقام اكيد هذا الشيء بالنسبه لنا حنا من يتحمل المسؤوليه هما المسيئين وبالاولى انا نقولوا اللي يتحمل المسؤوليه هو رئيس نادي. رئيس نادي السي خالد اللي غادي يجي وغادي يخلي مشاكل في الفريق وغادي يمشي، لان في الاخير شكون هو الضحيه؟ هو الفريق. لان كتشوف دابا لا يعقل باش تشوفوا تسعود الفريق بهاد المبالغ اللي كتنهز 29 مليار. راه ملي كتقلب مصطفى راه خلي دوزيام ديفيزيون دابا حنا القسم الوطني الاول راه كلشي راه دابا راه هاد الميزانيه هادي دابا اللي منها اللي محكوم نهائيا واللي جاري الحكم فيه كتلقى انا غادي نعطيك الفروق اللي لا تابع لا متبوع كيف ما كنقول. راه كاينه عندنا في هذا الجدول كاينه فروق اللي لا تابع لا متبوع اللي هي الركوز الراك الفتح بركان والتوارقه. هادو هما الفروق اللي لا تابع لا متبوع. زيد عليها الركاز الزمامره واتزم والراك الفتح بركان والتوارقه. هادو هما الفروق اللي يعني ها ما فرق الراك الجيش ومازال عنده واحد الرقم اللي باقي جاري يعني ما محكومش النزاعات جاريه تعتبر في النزاعات الجاريه. شوف ملي غتكلم السي خالد على هذه الارقام هذه الارقام بالنسبه للفرق في القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني بهذه المبالغ الضخمه اللي كنوا اليوم اللي كتناهزوا 29 مليار راه ميزانيه هذه ميزانيه ديال بصح فلوس راه فلوس دايره من العيب والعار. انا كل نادي غتشوف المبالغ اللي تقريبا كاينه في النزاعات راه يضرك راسك. ولكن شكون هو المسؤول؟ هو ذاك الرئيس اللي كيجي وكيثيق في ذاك المدرب وكيقول لي انا غادي نجيب لك انتدابات وكيقول لي هادو ما عندك ما دير بهم. وحتى هنا منظومه هذه كلها تساهم في هاد المشاكل التي نقبل منك هذه الكلمه ديال المنظومه اكثر من قبل منك بلان الرئيس هو اللي مسؤول. وعش رئيس غادي يمشي يبقى مع المدرب؟ ما كاينش ما كاينش واحد لجينه او لجنه اللي غتسهر على هذه الامور هذه وخليتيها له تكون تابع. حنا نبقاو رئيس يجيبك مع مدرب واسم صار رئيس يجي مدرب ولا رئيس يمشي عند ذاك. تكلمنا على النقطه حنا ماشي غادي نبقاو برئيس اي فوا كيجي كيسمع الجمهور بغي يدير الشعبويه ديالو يبغي يحط المكان يبين كيبدا بالانتدابات تبدا بالاصلاح وقاد ما يمكن حتى من انتدابات تقطع دوزيام ديفيزيون. ولكن مصطفى راه هادشي راه كيفرح به الجمهور. يعني هنا منظومه غندوبها مناش غندوب. ولكن الا كان هاد الرئيس الا كان هاد الرئيس باش يتولي عنده واحد الشعبويه والشعبيه وكيمشي يلتج لهاد النقطه هادي اللي ما كترجع الا بالافلاس على الفريق وكيخلي الخزينه ديال ولا الخزينه ديال النادي يعني اموال طائله خاص تخلصها لانه في الاخر ما يخلصهاش من جيبه هو. كيقول الجامعه كطي الفلوس راه هذه. ولكن الان النقط تحطت على الحروف ما بقاش هذاك الشيء ديال غنخبيه. ودابا جا السي بلقشور حط الامور حط البلاغ قال لك باننا حنا ولينا اهل اختصاص ما بقاش هذاك الشيء ديال الجامعه دابا ولات العصبه. يعني مشكور السي فوزي القجع صراحه اللي جا وخصص دابا واحد الامور على مستوى البطوله عطاها لاناس اللي يفقهون في كره القدم وعندهم تسيير تبارك الله وعقليه تسييريه. لان السي بلقشور دابا انسان او لا رجل مسير محنك بالتجارب الكبيره اللي مراكم على مستوى التسيير ديالو بالنسبه لي غيجي غيفيد غيحط نقط على الحروف.